رمضان تاع هذا العام كيداير جا مور الكورونا ناشفه ما كان والو. بصح قول لي بركه تاع رمضان راحت ماما ليها ما بقى لا خير لا قمنا كان والو. يا الميزيريه وجاني صباح ربي اما لا قشي عم بكر عليا سيري مخليها عندك مسقط كر ديالي ما والو القايع عمرته بيه يوستي له حبس على جالك شكاين خويا وليد جيت قاصدك وهذا رمضان وشي. السلام عليكم. مطردنيش في وش وليد عندك شعر وشي شعري واقف راي صح اي قشي عم مسقط بس تمسكن عليا كيما ما جبالي مدك امتالي شكاين خويا سنين خاب سعدس وقوطي طوماطي صغيرة قبل ما نفطر ولادي واش بغا يخليهم بجوا الكريم مخدم على روحك شقو راك متزوج يا سيدي جي عندي انا على قابض هذا كيفرج ربي القلب عملي عادي عليكي فرج ربي بصح كاع نسيش تولي جاسي ديك وصلت تاعي يا صاحبي ناس كي دايرين راهم يجوا عندنا الحانوت هادو تخدم معاهم انت هادي خويا والله كل واحد وربي شكاتك الله والله هو الرزق خويا يعني معاك في هذه بصح والله لابس صح شيخ شوف لي هادي شحال شفتها 85 يا خويا تفضل الشيخ الله يحفظك وهاد الأمانة الشيخ خليها لهاديك السيد لا تعرف دارهم ولا تعرف وين يسكن صاحبي عطيها لك هي صايوا سيدي يسكن غير مشي لهنا تكون سلاح شي ولدي خويا بارك الله فيك ما كانش مشكل خويا صحة فطورك صاحبي بارك الله فيك صحة سبحان الله الناس ما زال فيها وين تسقسيك الشيخ ولا سمعتك تهضر مع داك السيد قلت راه فيه كريدي ولا ما عليك واه صاحبي راني سير 200 الف راه فيه سيمو ماشي يبان لي خاطر يدي عليا صوالي عاودي كريدي راه ماشي هادي ما كاينش مشكل الشيخ ما كاينش مشكل الشيخ بون هاد الامانه هادي 200 تاع كريدي تاع وهاد 200 خليها له عليه امانه الله يحفظك ويا خويا وبارك الله فيك وتصوم بالصحه ما كاينش مشكل تصوم بالصحه الله يعطيك الخير خويا بارك الله فيك صافي فطوركم يقول الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين تخيل كون ربي يرد إنسان من الموت غير ساعة ما غاديش يروح يصلي ولا يحج ولا يزور أهله غادي يروح ديركت يصدق الصدقة عندها أجر كبير فهي تطفئ غضب الرب وتزكي النفس وتغفر الذنب وتقي من المساوئ وتجعل البركة في المال والأهل والصحة وهذا المال اللي غادي تخرجه ما غاديش ينقص بالعكس غادي يزيد يقول صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وفي الظاهر تاع الصدقة تبان بلي غير المحتاج الخاصة ديك الصدقة ولكن المتصدق يحتاجها أكثر من الفقير وكاين الناس تقول لك أنا ما عنديش دراهم باش نتصدق نقولوا له قال تصدق بالعلم ولا العمل حتى الابتسامة في وجه أخيك صدقة فاللهم اغننا بحلالك عن حرامك واهدنا واهد بنا وتقبل الله منا الصيام والقيام وصحة فطوركم.